الو الو، ايوه، ازيك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ نور معاك. نور. نور كام سنه؟ 28. مرتبطه يا نور؟ لا، منفصله. منفصله يعني كنت متزوجه وحصل طلاق؟ لا، كنت في قصه حب كده واتجوزنا، ولما جبت عيال، يعني عيله كده، سابني وخلاص. معلش تاني يعني وضحي لي اكتر يا نور. كنت مرتبطه بحد واتجوزته ولما خلفتي اتجوزنا، ولما ولما خلفت خلفنا سابني. سابك ليه لما خلفتي؟ هو ما كانش عايز اولاد؟ اه، طيب ما هو برضه في النهايه هذا الطفل او البنت دي كتبت باسمه، ما هي بنته في النهايه. طيب اتجوزته جواز شرعي ولا جواز عرفي؟ جواز عرفي. جواز عرفي. هو كان متزوج قبل كده؟ لا، ما كانش متزوج قبل كده. بس دلوقتي متجوز. بعد ما سابك اتجوز. طيب ليه ما كانش عايز اولاد منك؟ مش عارفة. طيب حصل ايه تاني يا نور؟ اتفضلي تحت امرك. وبعدين؟ المهم اتفصلنا واتجوزت مرة تانية وبرضه ما حصلش نصيب. اتجوزتي تاني عرفي برضو؟ لا. شرعي. وما حصلش نصيب ليه؟ ايه اللي حصل؟ المهم دلوقتي يعني حياتي ما فيهاش اي حد، فارتبطت في انسان بقالي كام يوم كده. ارتبطتي في انسان بقالك كام يوم؟ انتي مش مصريه يا نور؟ لا. طيب اتفضلي. بقالي 6 شهور بشوفه، وكل ما اشوفه في حته معجبه قوي بيه، وبعدين هو جه كلمني. بس المشكله انه طلع عنده علاقات كتير مع بنات كتير. وبعدين بس مش عارفه اعمل ايه، يعني اكمل ولا. طلب منك الجواز لا خالص؟ عارف انك مطلقه مرتين وعندك طفله. اه انت بتشتغلي يا نور؟ ايه؟ بتشتغلي؟ لا، ما بشتغلش امكانياتك الماديه تسمح انك تعيشي وتربي بنتك وكده؟ الحمد لله. اه، ما انا بربي بنتي ومدخلها مدارس والحمد لله. انت بتصرفي عليها اه ولا باباها اللي بيصرف عليها؟ لا، مامتي بتصرف علينا. مامتك بتصرف عليكو. والانسان ده اللي انت قابلتيه اللي هو التالت، ما فيش اي حاجه بس كلام كده ما بينكو مش كده؟ لا، بس في كلام، بس بيقول لي انه بحبك والكلام ده، بس ما فيه. هو لسه مرتبط بقاله 10 ايام. لسه مرتبط بيكي بقاله بس 10 ايام؟ هو انا اللي شدني فيه ان هو شبه بابا بنتي، يعني انت بتحبي بابا بنتك؟ ها، قوي هو شبهه. علشان كده لما اتجوزت الجوازه التانيه ما استمرتيش؟ يمكن. والجوازه التانيه كانت شرعي وكانت فيها امل تتطور، ايه اللي حصل؟ ليه سبتوا بعض في الجوازه التانيه؟ الجوازه التانيه عشان هو برضه متجوز وعنده عيال. يعني انت كنت الزوجه التانيه؟ كنت الزوجه التانيه، انت سوريه يا نور؟ فحصلت مشاكل بقى يعني. انت سوريه ومقيمه في القاهره يعني؟ ايوه. طيب الانسان الجديد بقى، خلينا نتكلم في الجديد اللي بيحصل ده، مش مرتبط، مش متجوز، مش ولا حاجه يعني مش كده؟ هو خاطب بقى له 10 ايام، بس يقول لك ان هو مش حاببها وعايز يسيبها، طيب متردد في الخطوبه دي. حلو قوي. وانت تعرفيه قبل ال10 ايام دول بقد ايه؟ انا اعرفه بقالي 6 شهور، بس انا ما كلمتوش ولا مره، ولا هو كلمني. بس بقالنا يعني 10 ايام، اقل من اسبوع تقريبا بنكلم بعض. وايه اللي فتح الكلام؟ فتح الكلام ازاي؟ هو اللي شافني وجا كلمني. يعني انت بقالك 6 شهور بتشوفوا بعض من بعيد لبعيد؟ اه بالظبط. وفتح الكلام معاكي لما شافك واعجب بيكي وجا كلمك؟ اه، جا كلمني وقال لي نفسي اكلمك من زمان. هو جارك؟ ليه؟ جارك ساكن جنبك؟ لا لا، مش فاضي. امال يعني بيشوفك فين؟ بقالك 6 شهور بتشوفيه في شغل ولا بتشوفيه في ايه؟ ما انت ما بتشتغليش. لا، شارع الدول افندم؟ في مطعم كده بنروحه انا وصحابي، فشفته هناك كافيه. في كافيه. طيب
الكلام فتح بقى دلوقتي يا نور في ان انا بحبك وانا معجب بيكي وانا حاسس اه بيكي وعايز وكده. ومن زمان نفسي اكلمك وكلمته، بس هو شبه بابا يعني، بابا بنتي، بس انا ده اللي شدني قوي. والمشكلة يعني انا بقيت اعرف، يعني انا صحابي طلعوا عارفينه وهو كذاب يعني، وعارف كتير بنات وخطب. وخاطب طبعا، وكذاب، هو كذاب كل يعني كل شكل يعني. انا عارفه انه كذاب، بس ما اعرفش ليه انا يعني حابه اني يعني ما اعرفش، حابة ايه يا نور؟ اني حابه اكون معاه، او يمكن عشان شبه بابا بنتي، مش عارفه. طب لو مشيتي في الشارع تاني مش ممكن تشوفي اي واحد تاني شبه بابا بنتك؟ المشكله اني انا لما بمشي في الشارع بحس نفسي راجل، يعني انا ما ببصش لحد، وما بديش حد يعني حد يدي انه يكلمني او اني ارتبط، ما بحبش الحاجات دي. طيب تعالي نقول ان بابا بنتك طلع مش مظبوط، عرفك واتجوزك عرفي، واول ما خلفتي بنت قال انا مش عايز اتعلق باي حاجه فقام خالع. البنت اتكتبت باسمه مش كده؟ يعني البنت دلوقتي اسمها على اسم ابوها، وما بيدفعلكيش ولا مليم ولا بيصرف على بنته ولا بيعمل اي حاجه. لا لما نحتاجه بيديني. المفروض يديكي كل شهر مصروف بنته. اه ما هو لما نحتاجه بيديني، بس هو مش حابب انه حد يعرف الموضوع ده. أعتقد البني آدم اللي ربنا يرزقه بحتة لحمة صغيرة كده فيها روح تكبر وتقول له يا بابا يبقى طاير بيها في السماء، مش يبقى عايز. البنت شافته على فكرة، البنت متعلقة فيه برضه. جميل، ولكن إيه اللي يخلي راجل زي ده يهرب من ضناه ومن بنته علشان يتجوز واحدة سورية؟ طب وفيها إيه ما يتجوز واحدة سورية؟ مالهم السوريات؟ ما اعرفش، ما ستات زي الفل ومحترمين بس هو كان على علاقة كتيرة مع بنات. تاني يعني اللي انت اعجبتي بيه مؤخرا مش بس شبه ابو بنتك ولكن نفس اخلاقه. نفس الاخلاق ونفس التصرفات ونفس الحركات ونفس كل حاجة. طيب البني ادم اللي ما بيتعلمش من اخطائه هل ده ينفع؟ ما انا المشكلة اني انا عارفة انه انا غلطان، وعارفة انه اللي قدامي ده بيكذب، بس مش عارفة ليه أنا بستمر، وأنا بتستمر. عارفة إنه في أي وقت، بص أنا عارفة ما فيش علاقة بتستمر، وعارفة في أي وقت هيجي ويقولوا لك خلاص مع السلامة بكل سهولة. أنا بقيت أشوف الناس كده، أو الحب كده، ما فيش حب. لا في حب يا نور، في حب، بس مع الأسف احنا اختياراتنا بتبقى غلط. وعارفين إنه اختياراتنا غلط، بس بنكمل. ليه بقى؟ ليه انا ما بنكمل؟ اعرفش ليه بنكمل، هو ضعف ولا ايه بالظبط؟ محدش في فاهم. ناس كتير جدا يا نور بتحب الحاجة الصعبة، بتحب الحاجة اللي الوصول ليها مش سهل، فلما توصل لها يبقى فيها نوع من أنواع الإثارة، تبقى طعمها جميل إن أنا بعمل حاجة مش سهلة، مش كده عدت عليا وعملتها. فبالتالي أنت شفتي ده بتاع بنات ولعيب وبيكذب ومش عارف إيه وبتاع، يعني شدك جدا إنك تدخلي جوه الراجل ده عايزة تعرفيه أكتر، زي ما حصل في أبو بنتك الأولاني. التاني اللي جه في النص اعتقد كان راجل طبيعي جدا، ما كانش فيه شوية اللعب دول مش كده؟ اللي اتجوزته مرة تانية؟ اه لا هو برضه يعني ليه حركات، بس يعني كان عنده التطنيش أكتر حاجة، كان عنده تطنيش اكتر حاجة. بص يا يعني بنت، تسيب البيت عادي، ما نشوفوش مثلا كل شهر، ده لو شهر شفناه ما علشان الراجل عادي، بس متجوز، يبعت لي مصروفي ويبعت لي كل حاجة، علشان ما كانش الراجل، مقصر في حاجة. علشان الراجل متجوز وانتي بالنسبه له الجوازه التانيه. بصي بقى عايز اقول لك حاجه، كتير قوي بنخش في تجارب ونخرج نتكعبل، زي بالظبط اللي ماشي في شارع كله حفر، عمال يقع في حفره ويطلع من الحفره يخش في، يقع في حفره تانيه ويمشي خطوتين ويقع في حفره تالته. اللي بيوقعه في الحفره ابسط شيء انه مش باصص قدامه، انه ما خدش باله انه هيقع تاني في حفره زي الحفره اللي وقع فيها. انتي وقعتي في حفره في التانيه ورايحه تقعي في التالته. الحياه مش سهله كده يا نور، الحياه صعبه. مامتك ربنا يديها الصحه ويخليها لك، لو عندها امكانيات تصرف عليك النهارده وعلى بنتك مش هتقدر تصرف عليك العمر كله. انتي كمان لازم تبتدي تشوفي حياتك وتشتغلي، لازم يكون لك وظيفه تاكلي منها لقمه عيش، لازم يكون لك كيان وشخصيه. الكيان والشخصية دول هما اللي هيخلوكي قادرة
تحكمي على الإنسان اللي قدامك إذا كان ده إنسان صح ولا غلط، قادرة تحكمي على شكل العلاقة اللي هتحصل هيكون فيها مستقبل ولا أنا بس أصل نفسي وخلاص. هتقدري تحكمي على شيء هيأثر عليكي سلبا أو إيجابا أنت وبنتك. كل ده محتاج الإنسانة دي تبقى ناضجة وتكون بتتحمل المسؤولية. أنت محتاجة تبتدي تحملي المسؤولية يا نور. نصيحتي ليك يا بنت الناس، ابعدي عن الإنسان ده، ده خاطب ومروش ومصاحب 3 4 5 على خطيبته، وانت بنوته سوريه حلوه بيضه اموره، يلا بالمره اهي جايه في السكه لفه. انت المفروض بقى تتعلمي كويس جدا ان انا مش بتاعه لفه، انا انسانه ومن حقي احب واتحب واعيش ويبقى لي مستقبل ودنيا.